تعالوا نعمل سلطة كده خفيفة جدا، تعالوا نشوف هنعملها ازاي ونقول مقاديرها الأول وبعدين نشوف هنعملها ازاي. عندي سلطة الخيار وذرة بالزبادي، محتاجة عندي خيار كده هقطعه ترانشات بالشكل اللي انتوا شايفينه، ذرة شبت، ثوم مفروم وزبادي وبصل أحمر ومايونيز ومستردة وفلفل حار مجفف أو فلفل حار مفروم، تمام على حسب ما انتوا حابين. هقول تاني المقادير، عندي خيار، ذرة شبت، عندي ثوم مفروم، زبادي، بصل أحمر، مايونيز، مستردة، فلفل حار مجفف، وتعالوا نشوف نشتغل ازاي مع بعض. عندي بولة كده هبدأ ان انا احط فيها الاول الخيار. البصل هفرطه كده، البصل الاحمر بيبقى مسكر شويه عن البصل الابيض فبحبه في السلطات جدا بصراحه. هحط عليهم الذره، الشكل ده كده انا قلبت كده كل الخضار مع بعض، تمام. وهبدا بقى احط عليهم المستردة، او ممكن اقلب احسن كل الحاجات السايلة دي على جنب، هقلبها في بولة لوحدها وابدأ ان انا احطها. هحط عندي المايونيز، لما استأذنك عايزة الاسباتولات دي، حط كده المايونيز بالشكل ده، حط الزبادي اهو، هحط المستردة، هحط الشبت. استاذ حسين واحط الباقي كده هنا. ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله والله كله زي الفل الحمد لله. الله يخليك، الله يخليك، تسلم ايدك ويسلم وفيتك. الله يخليك، الله يخليك، تسلم، ربنا يخليك. لازم احنا نطب على حضرتك كده، نسمع صوت حضرتك كل يوم كده. انا مش سامع حضرتك. قول لازم حضرتك نتابع الحلقه ونسمع صوت حضرتك كده كل يوم كده، ربنا يديك الصحه كده فيه. الله يخليك، تسلم، الله يخليك، شكرا، حلقه موفقه لحضرتك. الله يخليك، الله يخليك، تسلم يا استاذ حسين، تسلم لحضرتك، شكرا جدا. اهو كده بصوا بقى هقلب كل الكلام ده كده مع بعض. وعندنا بقى اختيارات، عندنا يا اما نحط شالي فليكس اللي هو الفلفل المجفف ده، نبدا ان احنا نفركه كده، او شطه اللي انتوا عايزينه. انا هاخد كده كام واحده من الفلفل، خلي بالكم لابسه جوانتي، ما تعملوش الحركه دي بايديكم لان هو بيفضل في الايد ما بيخرجش، فخدوا بالكم من الموضوع ده، يا تحطوه في كيس ثلاجه وتفركوه، يا اما يعني لازم تبقوا لابسين حاجه في ايديكم، خدوا بالكم من الموضوع ده، ما حدش يعمل زي ما انا بعمل كده. انا لابسه جوانتي وهقلعه. تمام؟ لان هو بيبقى حراق جدا فيعني بيمسك في الايد وقت طويل. اهو. هبدا بقى احط الكلام ده على الخيار وعلى الذرة وعلى البصل بالشكل ده كده. هنزل كل الكمية اللي عندي، هجيب الاسباتولا احسن اهو عشان ما اسيبش حاجة خالص من الدريسنج اللي احنا عملناه اهو كده. وهبدأ بقى اقلب كله مع بعض. السلطة دي بتبقى حلوة قوي ومرطبة كده وبتتاكل ساقعة وجميلة، فحلوة قوي، وهي يعني حاجة صيفية يعني بتبقى لطيفة قوي في الصيف. بقلب كده كله مع بعض وبحط شوية زيت كده في الآخر، زيت زيتون أو زيت عادي اللي انتوا حابينه، بس طبعا زيت الزيتون بيدي طعم أحلى كتير. أهو بقلب كده وببدأ إن أنا أجيب حاجة كده أقدم فيها. أجيب طبق أقدم فيه. سارة صباح الفل، إزيك يا سارة؟ الحمد لله. عامله ايه يا حبيبتي؟ اخبارك ايه؟ كله تمام دايما يا رب حبيبتي. اتفضلي يا حبيبتي. انت عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي والله كله بخير، كله زي الفل الحمد لله. الله تسلم ايدك على الوصفات الحلوه. الله يخليك يا حبيبتي، تسلمي لي. الكلام الحلو اللي بيتجلي على الطبخ بفضلك انت والله. الايه يا حبيبتي؟
الكلام الحلو اللي بيقولوا لي عليه فضلك انتي على الطبخ. الله يخليكي حبيبتي، تسلمي لي، تسلمي لي حبيبتي، تسلمي لي، شكرا لك. اطلب منك كتير. انا مش سامعه قوي بصراحه، الصوت مش واضح قوي عندي. سامعاني كده؟ سامعاكي. اه والنبي ما تنسي الخلطه بتاعه السمك المشوي، عشان بعد السمك المشوي. حاضر 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 يا حبيبتي، عينيا. حاضر ماشي ماشي حبيبتي، حاضر عينيا، هقول لك حاضر. السمك المشوي عينيا حبيبتي. بصوا اهو في الاخر بقى هبدا ان انا احط شويه زيت كده، تمام، حابين كده ايه، نرش شويه شبت كده في الوش، تمام، بالشكل ده كده، تمام قوي اهو زي الفل كده. خلصنا سلطه خفيفه خالص، تاخدش وقت وطعمها في منتهى الجمال.